من الجدل الدائر داخل القطاع العاملين بمجال السياحة الدينية أثارها إدراك بند تحصير رسوم تكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10,000 جنيه، على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية ما بين مؤيد ومعارض للقرار. ووصل الأمر إلى المطالبة بإرجاء موسم العمرة إذا كان ذلك في صالح الدولة. وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هجريا، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة في أول مارس من عام 2018. ووفقا لبيان وزارة السياحة، تضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلى 4 أشهر، هي جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد ب 500,000 تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان. وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50% من المبلغ، أي ما يعادل 1000 ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي. يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء عن تحصيل قيمة الرسوم لصالح صندوق تحيا مصر وتبين عدم صحتها، ويستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضا المحارم والأطفال أقل من 12 عاما ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة. وقد ناجدت الوزارة السلطات السعودية بإرجاء تنفيذ شرط البصمة لحين توفير عدد أكبر من المكاتب التابعة لشركة تساهيل السعودية لتخفيف الأعباء عن راغب العمرة. جاء وضع الضوابط بعد دراسة للأوضاع السابقة والحالية والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل، إلى جانب التأكيد على عدم المساس بمحدود الدخل. فالمشكلة ليست إطلاقا في فرض رسوم إضافية على راغبي تكرار العمرة ممن أدوها خلال 3 سنوات الماضية، وليست في مضاعفتها على من يرغبون في أداء العمرة أكثر من مرة خلال عام واحد. فهذا الإجراء نوع من الضوابط الإدارية التنظيمية التي تسعى إلى منح جميع المواطنين نفس الحق في أداء الشعائر المحكومة في النهاية بعدد محدد لكل دولة، دون المغالاة في تكاليفها من قبل شركات السياحة، ودون أن تحتكر الشركات بعينها العدد الأكبر من تأشيرات العمرة. لكن المشكلة الحقيقية في شركات السياحة التي حولت الشعائر إلى نوع من السلع الترفيهية التي يتسابق إلى أدائها المقتدرون بهدف الاستعراض في مجالسهم بعدد مرات أدائها. ووفقا لما قاله الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن النوافل مثل أداء العمرة هي من باب التطوع، ويحق لولي الأمر وضع الضوابط عليها مثل فرض الرسوم التي وضعت مؤخرا لقضاء حوائج الناس.